السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله جات لكم فيديو جديد وباستعمالات مدهشة وهائلة لهذه الطحانة ديال المطيشة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تستفدوا منها. ممكن يا لالا تشوف هذه الاستعمالات لاول مرة، خليك معايا للاخر. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم. وما تنسونيش بلي لايك والبارطاج اللي عجبتكم هذه الحصة واللي كيهم الامر وبغي يكتشف هذه الاستعمالات العجيبة. فعلي اللي في الفيديو تاع الاخير وفرجه ممتعه. غادي ندوزو الاول استعمال وفاش ممكن تفيدنا الطحانه اليدويه. كما تتشوفوا معايا هنايا عندي المربى. المربى بعض الاحيان كنلقاو فيه هاد الهباري هادو، سواء ديال الفراوله اولا ديال المشمش، بالاخص هذا ديال المشمش اننا كنلقاو فيه هاد الهباري هادو، ما كيبغيوهمش لينا الاطفال ديالنا اولا كنبغيو نديرو بعض الحلويات وكنبغيو المربى يكون سائل. فهاد الاثناء هادي كنستعنو بهاد الطحانه هادي. غتشوفوا النتيجه قدام عينيكم. كما كتلاحظوا كنجيبوا هذا المربى هذا وكنديروا واحد الانيه اللي كتكون عندنا في الاسفل وكنبداو على بركه الله، يعني بسرعه. وخا ديروا قرعه كامله يعني في ثواني كتحصلوا على المربى ديالكم السائل. لاحظوا كيفاش كنحصلوا على المربى ديالنا، يعني كيرجع المربى ديالنا سائل ورائع كما حنا بغينا. كما كتشوفوا معايا لاحظوا الفرق اللي حصلنا عليه، يعني حصلنا على مربى سائل ورائع. كنتمنى يكون واضح لكم. لاحظوا النتيجه الرائعه علاش حصلنا. الى الثانيه فاش ممكن كذلك تفيدنا. كما كتلاحظوا معايا الوقت دابا ديال المندرين، والناس من كاين العشاق ديال العصير ديال المندرين. ودابا بعد ما نقيت هاد المندرين هذا غير باش ما يجيكمش فيديو طويل، غادي ندوزو نحطو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، يعني بكل سهوله كنحصلو على عصير طبيعي ورائع في نفس الوقت. حاولوا الا ما بغاش بسرعه تحل لكم تبقاو ترجعوا بالعكس مره ترجعوا بالعكس وكملوا. هذه هي الطريقه والسر باش انها ما تعذبكمش وتطحن معكم بسرعه في اي حاجه بغيتوها. كتشوفوا معايا دابا بعد ما ساليت، يعني كيبقى لينا غير اللب هو اللي كيبقى لينا واحد لينا هنايا في الطحانه. وهانتوما كما كتلاحظوا معايا، يعني كما كتشوفوا معايا هذا هو العصير اللي عصرنا ديال جوج ديال المندرينات. كما كتلاحظوا يعني كنحصلوا على عصير طبيعي ورائع بصحتكم وراحتكم. فاش ممكن كذلك تفيدنا هاد الطحانه هادي؟ تفيدنا في الحصول على عصير ديال الخيار. كما كتلاحظوا معايا انا ديجا مقطعه هنايا واحد الخياره، غادي ناخدوها بهذا الشكل هذا. وممكن في نفس الوقت انكم نضيفوا معها المندرين ونطحنوهم في نفس الوقت. كما كتلاحظوا معايا بعد ما درنا الخيار يعني راه بسهوله كيطحن معنا. دائما رجعوا بالعكس، الا لقيتوا الصعوبه رجعوا بالعكس. وإلا بغيتوا تحصلوا على عصير في نفس الوقت من ديال الخيار ومزوج مع كذلك البرتقال، ممكن تضيفوا ليه البرتقال إلا كان عندكم ديال العصير، أولا ممكن تضيفوا ليه المندرين كما غادي تشاهدوا معايا الآن، بلا ما نعصروا ليه البرتقال بوحدو وبلا ما نحكوا الخيار بوحدو، يعني هذه كدير لك العصير في نفس الوقت. ودابا بعد ما ساليت بقى معايا هنايا غير اللب ديال المندرين كما كتشوفوا. غادي ندوزو نشوفوا هاد العصير السحري ديال الخيار وديال المندرين، وغادي ندوزو نقدمو ليكم بالصحة والراحة. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا ديال الخيار. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوه، يعني كيجي عصير هائل ممزوج ما بين الخيار والمندرين في نفس الوقت وسريع. كيفاش ممكن تفيدنا هاد الطحانه هذه العجيبه؟ ممكن تفيدنا في العصير ديال العنب. هاد الاله هذه ما كتخلي لا العدو ما يهبطوا ولا الجلوف ولا حتى شي حاجه. خليكم معايا باش نتعرفوا على الطريقه. غادي نجيبو هاد العنب ديالنا، من طبيعة الحال راه مغسول جيدا، وغادي نحاولو أننا نطحنوه بسرعة. كما كتلاحظو يعني كنستمرو هكا في الطحن ديالو،
ودابا بعد ما ساليت كيما كتشوفوا كيبقاو غير العظام وهاد الجوف هادو ديال العنب. غادي ندوز نقدم لكم هاد العصير هذا السحري والرائع وكذلك الطبيعي في نفس الوقت. صحتكم وراحتكم، وغادي ندوزو للسيمه الموالي اللي فاش ممكن تستخدموا هاد الاله هادي. الا بغينا نعزلوا البياض على الاسفل، غادي نجيبوا هاد البيضه هادي اللي انا دايره هنايا وغادي نحطوها غير بشويه بهذا الشكل هذا، وغادي ينزل معنا البياض وغيبقى الاصفر هنايا منعزل بوحدو. كما كتلاحظوا معايا يعني كتحاولوا انكم تحركوه غير بشويه وكيهبط راسو. كما كتشوفوا ها هو البياض ديال البيض وها هو الاصفر ديال البيض. فاش ممكن كذلك تفيدنا هاد الطحانه هذه بالنسبه اننا الا بغينا نصفيو شي خضره او اي حاجه بسرعه كنصفيوها الا ما عندناش هذيك الصفايه، يعني هذه قاضيه الغرض باش انها تصفي لنا الخضر وتصفي لنا اي حاجه حنا طيبناها بسرعه. كنتمنى هاد الحيله انها تفيدكم. ممكن كذلك الا درتوا لي بات او اي حاجه تستعنوا بهاد الرقيقه هذه وتصفيو لي بات ديالكم وكل شيء. كنتمنى هاد الفكره انها تنال الاعجاب ديالكم كبديل للصفايه وتستفدوا منها. وغندوزو للفكره المواليه فاش ممكن تفيدنا هاد الطحانه هذه بالنسبه الى بغينا نحصلوا على شي حساء، بالاخص الى كان حساء ديال الخضر يعني على شكل صوبه يعني كتجي هائله. ولكن هاد الحساء هذا كنضيفوا ليه واحد القطعه ديال الجبن وفي الاخير كنضيفوا ليه القليل من الحليب، يعني كيجي حساء مغذي ورائع. فيه قطع ديال القرعه وقطع ديال البطاطس، فيه الجزر، فيه قطع ديال الدجاج، يعني كيجي هائل ومغذي. غادي ندوزو نطحنو هاد الحساء ديالنا مع القطعة ديال الفرماج من طبيعة الحال، كيجي لذيذ وتيجي كريمي وهائل. كما كتشوفو معايا يعني بسرعة من الأحسن أننا نطحنو هنايا ما نطحنوش الطحانة الأخرى لأنها كترجعو لينا سائل بزاف. هنا كنتحكمو بالختورية ديالو. ودابا بعد ما ساليت الطحن ديال هاد الحساء هذا وضفت ليه هذاك لاصوص ديالو فاش طاب، يعني كنقدموه لكم بالصحه والراحه. وممكن انكم تضيفوا الحليب او لا تضيفوا اي حاجه نتوما باغيين، وممكن ترجعوا انكم تدفيوه وتربوه بالصحه والراحه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وغندوزو للفكره المواليه. فاش ممكن تفيدنا كذلك الطحانة العجيبة بالنسبة للعشاق ديال البصارة، بالأخص البصارة ديال الفول. كما كتلاحظوا راه باقا سخونة يعني، وكندير فيها أنا الثوم هكا يعني صغير. كاين اللي ما كيبغيهاش انها الطحن تولي كلمه، يعني الطحانه الكهربائيه كطحنها بزاف، وكاين اللي كيبغي يحركها غير بالمعلقه. وانا سنفضل احسن طريقه انكم تجربوا الطحن ديالها، هنا كتجي هائله. كنتمنى هاد الاستعمال هذا يفيدكم. ودابا بعد ما ساليت غادي ندوز نقدمها لكم باش تشوفوها كي جات. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. لاحظوا معايا يعني كتجي هائله وكتجي مطحونه كما نتوما بغيتو باذن الله. دابا بعد ما قدمتها بشويه ديال الكمون والحرور وزيت الزيتون من طبيعه الحال، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم انكم تجربوها. يعني كتجي بصاره هائله وكتجي كريميه ورائعه. كنتمنى تجربوا هاد الطحانه هذه، بالفعل كطحنها بطريقه جيده كما كتلاحظوا معايا، يعني ما كتكونش سائله، كتكون قابطه راسها وهائله. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وغندوزو للحيله المواليه فاش ممكن تفيدنا هاد الطحانه هذه بالنسبه الى بغينا نحصلوا على الكفته ديال لدان اولا ديال الدجاج، ولكن بواحد الطريقه لي عجيبه اننا كنطحنوا معها الفلفل. عن تجربه يعني كتجي لذيذه، وممكن كذلك نطحنوا معها الربيع في نفس الوقت، وكذلك حتى البصل. غير هنا ما قطعتش معكم البصل، غضيفوا كذلك حتى قطع ديال البصل، وكل شيء كيطحن مره واحده. خليكم معايا باش نديروا التجربه. غادي نجيبوا هاد اللحم كنضيفو كذلك الفلفل او كنضيفو الربيع، يعني كنطحنو واحد الطريقه لي عجيبه وكنحصلو على واحد الكبسه هائله ولذيذه بزاف. وممكن الربيع انكم تقردوه واحد شويه غير باش يجيكم ساهل كما كتشوفوا. وغادي نستمروا في الطحن. بعد ما ساليت دابا الطحن ديال هاد الكفته هذه مع هاد الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، كتحاولوا انكم هاد البقايا اللي كتبقى عالقه لكم هنايا تحيدوها،
كما كتشوفوا كيحصلوا على كفتة هائلة رائعة كذلك، ومن طبيعة الحال فيها كل شيء، فيها الفلفلة يعني ممكن انكم تضيفوا البصل، انا نسيت هنا البصل، فيها الربيع، فيها كل شيء موجودة، خصكم ديروا لها غير التوابل طيبوها بالصحة والراحة. كيفاش ممكن تفيدنا كذلك بالنسبة لطحن التفاح؟ يعني بالنسبة للاطفال الصغار او للناس المسنين اللي ما كيقدروش هكا ياكلوا التفاح، تنقي التفاح بحال الشكل اللي درنا مع الخيار، يعني نفس الطريقة بلا ما نعاودها، غتنقيو التفاح وغادي تقطعوه اشريحه وغادي تطحنوه بالصحه والراحه، وغادي تحصلوا على التفاح ديالكم هائل وتقدموه للاطفال ديالكم او للناس الكبار بالصحه والراحه. غندوزو الاستعمال الموالي، فاش ممكن تفيدنا كذلك الطحانه هذه بالنسبه للحلويات؟ الا لا شي حلوه ضاعت معاك او تكسرات معاك، يعني ما بقاتش ولا شي فقاس تهرس ولا اي حلوه تكسرات معكم، ممكن انكم تعودوا ديروا بها حلوه اخرى. ما تقلقوا من شي حاجه، هاد الحيله راه ديجا تقاسمتها معكم في بعض الحيل يعني شفويا ولكن ماشي بالتطبيق، دابا غادي نطبقوها باذن الله. كما كتلاحظوا معايا يعني كناخذوا الحلوه ديالنا كاع ديك الحلوه اللي تهرسات معنا، وكنحاولوا اننا نطحنوها ونعاودوا نشكلوا منها حلوه اخرى بدون فرن. ودابا بعد ما ساليت غادي نشوفوا الحلوه ديالنا، يعني كنحصلوا عليها بشكل هائل وكتبقى شويه معنا بحال مهرمشه. غندوزو الفكرة الموالية، بعد ما شفتو معايا هاد الطريقة هادي باش كنهرمشو هاد الحلوة ديالنا، يعني نفس الطريقة اللي كنطبقو على كاوكاو مطحون أو لا اللوز أو لا أي حاجة أنتوما بغيتو، سوا بغيتو تطحنوها أو لا تحصلو عليها كونكاسي، يعني كتهرمشها لكم بواحد الطريقة رائعة. مجرد ما أنكم كتحمروه وكتنقيوه من القشور ديالو، يعني كديرو ليه نفس الطريقة اللي درنا الحلوة وكتحصلو عليه بهاد الشكل هذا، يعني كتحصلو عليه بواحد الطريقة هائلة. كنتمنى هاد الفكرة أنها تنال ديالكم، وممكن كذلك تطبقوها على الجوز، وممكن كذلك تطبقوها على الخبز المحمص كذلك الا متوفر عندكم، لكن بالاخص اللي عندها العيون يكونوا رقاق، يعني ما ديروش هذه اللي عيونها غلط، هذه عندها استعمالات اخرى كما شفتوا معايا، وهذه عندها استعمالات اخرى. وبالنسبة للاستعمال الموالي رانا ديجا حطاه معكم في القناة، وهو كيفاش نحصلوا على العصير ديال الرمان بهذه الآلة هذه العجيبة، غادي نخلي لكم الرابط اسفل هذا الفيديو هذا. وبالنسبة للاستعمال الموالي انكم ممكن كذلك تستعنوها بفدلك ديال الغريبة ديال البهلة، كتساعدكم بزاف هاد الاستعمال هذا، جربوها كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبة للاستعمالات المعروفة كذلك، فقط للتذكير اننا معروفين كنديرو فيها مطيشة هكا ديال الحريرة، وكذلك تنطحنو فيها الكفتة ديال السمك، هذه متداولة وقديمة يعني هائلة، كتخلي لكم دائما الشوك وكاع داكشي كامل كيبقى الفوك وكتهبط فقط الكفتة. كنتمنى هاد الافكار اللي تقاسمت معكم اليوم انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، انكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهدة وعلى الاشتراك الرائع ديالكم. وإلا عجبتكم هاد الحصة ما تنساونيش بلا لايك وتبارطاجيوها مع الأهل والحباب ديالكم باش الفائدة تعم. وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة، وشكرا على المتابعة.